بعد أكتر من 100 عملية بالروبوت الجراحي، دلوقتي نقدر نقول إن درجة صعوبة العمليات اللي إحنا بنعملها زادت جداً من أول لما ابتدينا لحد النهاردة. في الأول كنا بنبتدي بالعمليات فقط اللي بتتعمل لأول مرة، دلوقتي بنعمل حاجة اسمها عمليات التصحيح في جراحات السمنة. كمان الأوزان اللي إحنا كنا بنعمل بيها العملية، كان في الأول ابتدينا بالأوزان اللي مش كبيرة جداً، دلوقتي أي وزن مهما كان كبير نقدر نعمله، بل وبيكون أسهل كمان بالمنظار الروبوتي او بالروبوت الجراحي. الحاجة الثانية تعدد العمليات، يعني ممكن حد يكون داخل يعمل عملية للسمنة وعنده اي عملية تانية محتاج يعملها زي عملية مرارة او اصلاح فتحة الحجاب الحاجز، بقينا بنعمل كل العمليات دي في نفس الوقت بالمنظار الروبوتي. المنظار الروبوتي سهل لنا عمل العمليات المختلفة. دي الخبرة اللي اكتسبناها بعد اكتر من 100 حالة بالمنظار الروبوتي. شكرا.